عمال يعيط وهنعمل ايه دلوقتي؟ ما عندناش بيت لحد دلوقتي يا ماما. ما تخافيش يا حبيبتي، خلاص انا بصراحة ما بقتش استحمل البرد، انا هتصل ابو سيمبا وخليه. الو الو يا ملك سيمبا، الحقنا بسرعة احنا بردانين جدا. حاضر حاضر انا جاي بسرعة ما تخافيش. كلكم بتعيطوا كده ليه؟ الحقنا يا سبايدر مان، احنا مش لايقين اي بيت خالص، والجو ساقع عمال ينطر دلوقتي، واحنا مش مستحملين السقعه، ولا اولادي مش مستحملين حتى، ولا انا كمان، ده الجو ساقع جدا. الحقنا يا سبايدر مان. ما تخافيش ما تخافيش، انا هجيب لك البيت لحد عندك. ابركا دبركا، ايه رايك نترك البيت لحد عندك؟ اتفضلوا بقى ادخلوا جوه بسرعه عشان الجو ساقع متلج، ده انا اصلا مش مستحمل. شكرا ليك جدا، انا مش عارفه اقول لك ايه او اعمل لك ايه علشان ده. الحق قول الحق قول يا جماعه، حد شوف بنتي؟ شفت يا غايز الروف بنتي؟ لا انا ما شفتهاش خالص بصراحه، انا شفتها بس وهي كانت واقفه جنب التورته، غير كده انا ما اعرفش. طب انت يا فلافيلو، انت شفت بنتي؟ لا انا ما شفتهاش خالص خالص بصراحه، انا ما شفتهاش وهي كانت واقفه جنب التورته زي زروف. لا لا الموضوع بقى خطر جدا جدا، اما بقى اتصل على ابو سيمبا بسرعه بسرعه علشان ممكن تكون اتخطفت. الحقني يا ابو سيمبا بسرعه، بنتي اتخطفت. طيب ما تخافيش انا جاي بسرعه، استني بس انا جاي اهو. انا جيت. هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ مالك بتقولي اللي بنتك اتخطفت؟ او الحقيقي بنتك اتخطفت ولا بتهزري معايا؟ عشان المواضيع دي ما ينفعش فيها هزار. لا طب انا بتكلم بجد، بص انا احكي لك الموضوع. احنا كنا بنعمل عيد ميلاد لبنتي وهي كانت جنبي بالظبط، راح مره واحده وانا بشوف كده جنبي عشان اشوفها، لقيت ايه اختفت مره واحده، والله ما اعرف هي فين، فساعدني اربك علشان نلاقيها. طيب ماشي انا هدور عليها في كل مكان وان شاء الله هنلاقيها، ما تخافيش. اخيرك مسكتك يا نحس انت، دي انت كل شويه بعد ما اجي امسكك او المسك حتى كلهم بتلم عليا وبتقول حرامي حرامي. دلوقتي بقى انا مش حرامي، انا حرامي حرامي كمان، واكلك دلوقتي بس بعد ما تتشاوي. انا اروح دلوقتي اروح اجيب الحطب وجاي، اوعى الاقيك مش موجود هنا، انت فاهم؟ حاضر حاضر صدقني انا مش هقوم. اما نشوف. الحقوني الحقوني. الله اخيرا لقيتك اخيرا لقيتك يا بقوره، تعالي يا حبيبتي تعالي من حضني تعالي، ما تخافيش خلاص انا هوديك لمامتك. ايه ده يا بت، مش انا قلت لك ما تعمليش صوت وارد الحراك في مكانك؟ انت ما قلتليش ان انا معليش صوتي، بس انت قلتلي اللي انت ما تتحركيش من هنا. وعلى فكره هو اللي مسكني وشلني وجابني هنا في الارض، انا ما اتحركتش. احم احم، خد هنا يالا، انت عاوز تسرق وانا موجود، خد يا هنا خد. وخد كمان على فوق، خد كمان. ماما انت ليه عملت كده يا حبيبتي؟ ليه بعدت عني؟ ده احنا دورنا عليك في كل مكان. يا ماما انا ما عملتش حاجه، انا كنت واقفه جنبك، راح مره واحده لقيت حد كان بيشدني كده وقفل بقي، كنت بصوت بس انت ما سمعتنيش من كتر الاغاني. طيب خلاص مش مهم، شكرا ليك جدا 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 يا ابو سيمبا، انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه، انت شجاع جدا ورجعت لي بنتي الحمد لله، مش عارفه اقول لك ايه. لا والله ما في حاجه، ده اصلا واجبي. بص يا بقوله، اي حد بيمسكك زي المره دي دلوقتي من شويه عضيه عضيه، خليه بص يصرخ عضي عضة جامدة زي كانك بتعضي اخوكي، عضي جامد اقوى، ماشي تفهم؟ عشان يصرخ كده جامد. يلا بقى سلام، خلي بالك من نفسك. الو الحقني يا ابو سيمبا، الحقني بسرعه بنتي هتموت. ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟ قولي لي بسرعه، هي مالك بنتك مليانه فيها دم كده ليه؟ هقول لك اللي حصل، بنتي وهي كانت بتلعب السلم كنت بقول لها تعالي يا حبيبتي يلا كفايه لعب بقى على السلم، كانت بتقول لي بقى ايه، لا يا ماما انا عاوزه العب على السلم شويه، وهي نازله مره واحده وقعت وطلعتها هنا وشي وانت شايفه مليانه دم. احنا لازم ننقذها بسرعه على المستشفى يلا. لا لا خلي الدكتور هو اللي يجي هنا، اصل الدكتور هو بيجي هنا بيكون احسن، بس احنا بعد ما نروح هناك بيكون بخير وحش خالص واصلا مش بيعالجها كويس، فخليه يجي هنا. طيب
طيب انا خلصت كل حاجة مهمتي النهاردة، ان شاء الله هتاخد شوية الادوية اللي انا اديتهولك دلوقتي ده، هتاخدهم وان شاء الله هتكون كويس. شكرا ليك جدا يا دكتور. بالعفو، يلا سلام. شكرا ليك جدا يا ملك سيمبا. شكرا ليك جدا، مش عارف اقول لك ايه. لا لا ما فيش اي مشكلة، خلي بالك الظروف من نفسك، اوعى تعملش اوعى تاني. ملك بطوطة بتعيطي ليه؟ الحال الحال يا ملك سيمبا، المزرعة اللي هنا اللي ربني بالنهاردة حفلة البط، ودلوقتي عاوز يجي وياكلني هو اصحابه، وانا مش عاوز اموت بصراحة. ما تخافيش ما تخافيش، انا خليه ما ياكلكيش، تعالي معايا وانا اخليه مش هياكلك ان شاء الله. حاضر يا ملك سيمبا. اهلا اهلا يا مزارع، هو ده حقيقي انت عاوز تاكل بطوطة؟ ايوه حقيقي انا هاكلها عشان النهاردة حفلة البط. لا يا عم ما تاكلهاش النهاردة، وانا هجيب لك لحمة. تمام هجيب لك لحمة دلوقتي، بس توعدني ان انت مش هتاكل. ماشي خلاص يا عم وعد. ابركا دبركا. اتفضل ايه ادي اللحوم اللي انت عاوزها، ما تاكلش بقى بطوط. حضرتك ما ينفعش، انت لازم تبدل لها الشبشب بتاعها، لازم ولازم كبير قوي كمان، علشان احنا انت كده ممكن تبوظي الخدمة بتاعتنا. طب ايه رأيك بقى اللي انا مش هبدلها الشبشب بتاعها؟ ها والفوت اصلا الشبشب ده انا مش ببيعه، الشبشب ده عند السيدة نفيس هناك، انا ماليش دعوة، الشبشب ده انا مش ببيعه انا. طب معلش حضرتك لو سمحت ادالي الشبشب، علشان لاما ممكن اتصل بالباشا واديك السجن دلوقتي، انت فاهمه؟ انا مش عاوز اعلي صوتي عليك عشان انت واحده ست. في ايه يا جماعه؟ اهدوا شويه اهدوا شويه يا جماعه، في ايه؟ هو في ايه كل الحوار ده على شبشب؟ اهو يا عم خد الفلوس مش عاوزها، وخد يا ستي الفلوس ايه بتاعت الشبشب، وكمان حقي حق الزعيق اللي هي عملته فيك اهو يا ستي اهو، كله فلوس كله فلوس. انا مش عارف ايه كل ده علشان شبشب، ايه يا عم الظابط كل ده علشان شبشب؟ شبشب ده عشان كل حاجه القانون. طب خلاص خلاص كل واحد خد حقه، يلا بقى كل واحد على بيته، يلا هو مش هديها اليوم كله خناقه، استغفر الله العظيم يا رب على اليوم ده، استغفر الله العظيم. وبس يا اصحابي الحديوة خلصت، ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، سبسكرايب الاحمر تحت الفيديو، ولايك اللي زوا من فوق اللي تحت الفيديو، وعد الحد 5 اللي عمل لايك وشير سبسكرايب يكتب تحت في الكومنتات فلافيلو، 1 2 3 4 5 اللي عمل لايك وشير سبسكرايب يكتب تحت في الكومنتات فلافيلو. ويلا يا اصحابي هتوحشوني جدا جدا، اشوفكم في الحدوتة الجاية، ويلا باي باي.